طبعا في حال استخدمت الفخارة أول مرة لازم طبعا تدهنوها اشتريتوها من السوق، تدهنوها يا اما بسمنه يا اما بزيت، بس لما تيجي تدهنوها اغمروها كثير منيح لانها راح تشرب كل السمنه او الزيت اللي راح تدهنوها. بتتركوها تقريبا ساعتين ثلاث، بعديها بتنقعوها بالمي، لازم تنقع بالمي ليله كامله. يعني هاي الخطوات كثير مهمه لازم تعملوها قبل ما تستخدموا الفخار. هلا طريقه التقطيع بترجع لكم حسب انتم كيف بتحبوا، انا هون قطعتها حجم وسط. الهدف انه احنا نقطعها يعني مش حجم كبير حتى تستوي معنا بسرعه. هون رح نحتاج طبعا البندوره الكرزيه. انا هون عند البندوره الكرزيه حبيتها كبيره فقطعت منها، قطعتها بالنص. رح نحتاج هون الفلفل الرومي الاحمر، رح استخدم هون الفلفل الاصفر، واذا حبيتوا كمان تحطوا الحار كمان بتعطي نكهه كثير طيبه، يعني الفخاره بالفلفل الحار كثير طيبه. رح احط هون البصل، طبعا عندي هون البصل مقطع شرائح، ورح استخدم هون الجزر، طبعا الجزر الصغير، واخر شيء هون رح انزل البطاطا. هلا البهارات، رح نحتاج هون معلقة كبيرة من البابريكا، طبعا هون أنا استخدمت الخشنة، ورح أستخدم كمان الناعمة. الناعمة استخدمتها بنكهة المدخن، البابريكا المدخنة. طبعا الخشنة شو بتفرق عن الناعمة؟ نكهة البابريكا بتكون فيها أقوى، فبحب أنا نكهة البابريكا. رح أحط هون معلقة صغيرة من الكركم اختياري، بس هي بتعطي اللون الذهبي الحلو للصينية. أكيد ما ننسى هون الكزبرة الناشفة، وراح استخدم هون توابل مرق الدجاج بالاضافه لقشور البصل والثوم. شو كمان عندنا هون؟ اكيد ما ننسى الفلفل الاسود، وراح احط هون الملح. البهارات كثير بسيطه. طبعا هون بنقلبهم، راح احط عليهم هون معجون الطماطم. تقريبا هون رح احط معلقتين كبار، تمام. ورح ننزل هون المي، رح احط هون المي السخنه. تقريبا هون نص كوب من المي السخنه. واخر اشي بدي احط معها سمنه للفخاره. اوكي. هلا اذا حبيتوا تحطوا زيت زيتون اكيد بصير، حبيتوا تحطوا زيت نباتي اكيد بصير، أو سمنة. بس انا بدي احط هون معلقه كبيره من السمنه. وراح اخلطهم منيح. طبعا هاي التتبيله نفسها احلى الريحه. اسمعي السمنه كثير نكهتها طيبه، يعني الفخاره لازم تكون دسمه. رح احكي شغله قبل ما ابلش عن طريقه استخدام الفخار. طبعا في حال استخدمت الفخاره اول مره لازم طبعا تدهنوها اشتريتوها من السوق، تدهنوها يا اما بسمنه يا اما بزيت، بس لما تيجي تدهنوها اغمروها كثير منيح لانها رح تشرب كل السمنه او الزيت اللي رح تدهنوها. بتتركوها تقريبا ساعتين ثلاث، بعديها بتنقعوها بالمي، لازم تنقع بالمي ليله كامله. يعني هاي الخطوات كثير مهمة لازم تعملوها قبل ما تستخدموا الفخار. بعد ما تنقعوها تقدروا تفوتوها الفرن وتستخدموها وما بتتكسر معكم. رح أعطيها دهنة خفيفة بالسمنة، ورح أبلش أنزل المكونات. في الأول طبعا رح أحط التتبيلة على الخضار، رح أحط نصها عشان النص الثاني أحطه مع الريش. الريش هلا هون راح نحطها. اوكي. بسم الله. نوزعها. راح اخلي شوي من الخضار عشان احطها بين اللحمه. اوكي. راح نحطها. نتبل اللحمه بالتتبيله اللي عملناها. نعم. شفعلها. حطينا الخضرة، نفس تتبيلة الخضرة هي نفسها تتبيلة الريش،
وهلا هون راح اعمله راح اوزعها، خلص راح البس جلوفز واحد راح اوزعها على الصينيه. يلا طبعا بالطريقه اللي انتم بدكم اياها. راح نحطها بنصفتها. انا هون خليت شويه خضره على جنب علشان احط الخضره كمان اعززها بين الريش. اوكي طبعا هاي بحبها كثير وقت العزايم، سريعه بجهزها بحط كل المكونات اللي انا بدي اياها وبعديها بدخلها الفرن. كثير حلو، ما بتاخذ وقت وبنفس الوقت يعني طعمها جد طيب. طبعا هون بنحط المي مش على اللحمه، على الخضار، لانه طيابه الفخاره انها تكون معنا يعني جوسي. فيها جوسي ما تنشف. آه. واكيد بدنا نحسب حساب الخضره انها طبعًا. هي طبعا بتنزل ميتها طبعا، يعني ما بدنا نكتر مي كثير. المهم هلا العجينه اللي بدنا نحطها على الفخاره هي عجينه الخبز العادي. بالوصفه نص كوب من المي السخنه. طبعا اكيد خميره لازم نكسر بين المي الساخنه. طبعا هون عندي انا المي كثير سخنه فرح احط عليها شوي من المي البارده. انتوا بتعرفوا اذا حطيتوا الخميره دغري على المي السخنه انها ما بتفور معكم. بدك تحطيها على مي دافيه يعني؟ مي دافيه يعني تكون قريبه من حراره الجسم. اوكي اكيد تمام. هلا هون اكيد عشان تفاعل الخميره رح نستخدم السكر، رح احط هون معلقه كبيره من السكر. طبعا المعلقه تكون عندنا ممسوحه وراح احط هون معلقه صغيره من الخميره. اوكي احنا هون بنتركهم حتى يفور. تتاكدي انها اشتغلت كمان. نعم هون راح احط تقريبا كاسه ونص من الطحين، اقل شوي، وراح احط زي ما حكيت لكم حليب البودره معلقتين كبار، واكيد ما ننسى الملح. هات نحط الملح. قد ايه بنحط ملح؟ طبعا احنا عاده الملح بنحطه مع الطحين، الخميره بنحط معها السكر والملح مع الطحين. راح احط رشه صغيره. طبعا الملح كثير ضروري. شوفوا ما شاء الله ما احلى الخميره كيف قاعده بتفور. والله هي بدت. وهيك بنتاكد زي ما حكينا بنفس الوقت انها اشتغلت، ما اشتغلت ما تفلمنا جوا. بالاخص للناس اللي ما بتستخدم العجين كثير، فالافضل لما تيجوا تعملوا معجنات او شيء تفوروا الخميره على جنب، تتاكدوا انه امورها تمام. يلا بس تحط المي مع الخميره ونبلش نعجن عشان نرجع نشوف النتيجه بعد ما تكون عجنتها شف علا خلال الفاصل. طبعا عجينه الخبز احنا ما بنحط لها زيت. ما في زيت طبعا. لا اوكي يلا تمام. طبعا المي وين بنحطها؟ بنحطها بجهه الطحين الكثير. ايوه زي ما بيعملوا امهاتنا. وبنحرك الطحين. صح الطحين اللي مش مرطب لسه، اللي مش ايوه مش واصلته مي. وبنعجن. طبعا هون انا راح افردها وراح احط على الفخاره. الفخاره راح احط عليها العجينه. هاي الفخاره هاي اللي بدك تحطي عليها معافيك. هلا راح نحط على هاي المستويه. هاي الفخاره بعد ما اخلص العجينه هاي راح ارجع ادخلها، بس هون لازم تكون عندنا خلص الفخار استوت تماما وبعديها بتحطوا العجينه حتى تضمنوا استواها. ايوه هلا راح اخذها واحطها على الفخاره. نحطها بهاي الطريقه، بنمدها وبنلبسها. يا سلام. طبعا هذا العجين زياده، هلا راح نشيله. اوكي راح ندهن عليها. عندنا هون صفار بيضه. ما ليش بستخدم البابريكا؟ بتعطيها اللون ذهبي الحلو. وراح احط عليها شوي من الخل عشان الزفره. أوكي. واذا حبيتوا تحطوا كمان بحط انا عشان اخفف شوي معلقه كبيره من الحليب السائل، بس انا راح اختصرها لانه بدي لونها يكون معي غامق. وبندهنها. طبعا لما ادخلها الفرن برجع بدخلها من تحت
يا سلام. يعني عشان تستوي مع العجينة، وبشغل الشواية من فوق شوي. أوكي، هلأ بدنا نحط سمسم وحبة بركة. نعم، بدنا نحط السمسم مع حبة البركة.